طيب يلا نبتدي الجيم. ده كده المين منيو، اول ما نخش على اللعبة. انا بس كنت بلعب قبل كده، فكان في الاندينج منيو. نقدر ندوس كنترولز، يورينا كنترولز. طبعا دي كنترولز يعني في كيس ان الجيم لما تكمل مش كل كنترولز شغالة دلوقتي. نقدر ندوس بلاي نبتدي اللعبة. تمام. طيب في W S A D قدام ورا يمين وشمال. رايت كليك اقدر انشن ده الانمي، لما بقرب منه بينتبه مني ويقرب يبقى عايز يضربني. يضربنا مرة. هيلث بيقل، هيلث لما بيقل اقدر اخد هيلث ريجنريت تاني. تمام. طيب في برضو لو دوست R في جرابلينج هوك يوديني مطرح ما انا عايز، بس لازم على الحيطة، يعني لو شاورت هنا كده في الهوا ما يرضاش وانا بدوس R. ممكن بقى الواحد يسيبه وهو في الهوا يعمل فيها سبايدر مان كده. مطرح كل انمي زي ما احنا شايفين الانمي اللي هناك اللي بيتحرك ده ليه
بس كده.